بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في فيديو جديد من قناة إزاي تربي كلبك معاك وليد يونس والنهاردة معنا جوليا وعلبة الدراي التريتس أنا بدي دراي يا جماعة للناس اللي بتسأل النهاردة هناخد أمر هيل أوكي هيل إن الكلب يبقى على شمالك سواء أنت واقف أو أثناء المشي يبقى على شمالك أوكي زي ما بنقول كل مرة لو كلبك ما حضرتك طلع طاقته قبل التدريب، لقى كلبك يكون جعان ما فطرش عشان يركز مع حضرتك وقت التدريب لازم يكون مكان هادي عشان الكلب يركز مع حضرتك دي الاخطاء اللي اغلب الناس بتقع فيها. اول حاجه هنعملها هنعرف الكلب ان معانا حاجه يعمل عليها فولو وتشغل انتباهه عشان يركز معانا، تمام؟ كالمعتاد، أمر هيل هو اللي بنسبة كبيرة جدا هيفيد حضرتك إن الكلب يمشي من حضرتك في الشارع، هنكرر تاني آه ترتيب أوامر آه الطاعة كام سيت داون ستي. هيل تمام؟ هو أمر معقد شوية ولازم إن هو يتم على آه كذا خطوة مش هيتم خطوه واحده لازم يتم على كذا خطوه جوليا جوليا ده معناه ان الكلب بيعمل فولو على التريت اللي احنا بنعمله ده يعني الكلب كده اصبح مركز مع حضرتك جوليا كده الكلب اصبح ماشي مع حضرتك تمام كده احنا لفتنا انتباهه اوكي اول حاجه هنعملها هنجيب التريس في ايدينا الشمال واحنا واقفين كده هنجيب الكلب بكيرف كده لحد ما يجي على شمالنا اوكي جوليا 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 شاطرة شاطرة برافو لسه ما قلنالوش امر ولا اي حاجة لازم الكيرف يجي على الواسع ما تجيبوش كده عشان الكلب ما يجيش يقعد تحت رجلك هنا اوكي يجي على الواسع بنجيب الكلب يلف من ورانا كده ويجي يقوم قاعد هنا جوليا 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 شطره وصلت الحركه جوليا شاطره هنجيب كيرف بواسع اوكي مش هنعمل كده عشان الناس اللي بتقع في اخطاء والكلب مش بينفذ معايا او الكلب بيعمل حاجه تانية كيرف واسع ان الكلب ياخد لفه كده زي اليوترن بتاع العربيات ويجي على شمال حضرتك لسه ما قلنالوش امر ولا اي حاجه جوليا لحد ما الكلب يتعود على الحركه نبدا نقول له الامر، الاول ما كانتش فاهمه انا عايز منها ايه. المره اللي جايه هندي الامر. جوليا. جوليا. هيل. شاطره. جوليا. هي قعدت هنا، هقوم لفف لها كده، جوليا. شاطرة. جوليا. هيل. برافو. جوليا. هيل. جوليا وقعت من إيدي. جوليا. هيل. برافو. Julia, Julia, I'll slug it, Julia. Julia, Hill, bravo, Julia. هيل برافو الخطوة اللي بعد كده بعد ما كنا ثابتين وبنعمل لها الكيرف دوت ونقول لها هيل الخطوة اللي بعد كده هنعمل نفس الموضوع بس هناخد خطوة لورا وأول ما الكلب بيجي على شمالنا هنطلع بالخطوة تاني على قدام رجلنا جنب بعضها. جوليا كم؟ ست جوليا هيل شاطره نراعي يا جماعه الخطوات دي كويسه جدا جوليا جوليا هيل شاطر جوليا جوليا برافو هيل شاطرة تمام دي الخطوة التانية يا جماعة الأول وإحنا واقفين كده ثابتين هناخد كيرف واسع والكلب على شمالنا بعد كده هناخد خطوة لورا وبعد كده نطلع بإيدينا لقدام أوكي لحد ما الكلب يتعود على الموضوع ده أمر هيل ممكن حضرتك تقسمه على يومين الخطوتين الأولانيين بعد كده الخطوتين اللي بعد كده إن شاء الله جوليا جوليا هيل شاطرة برافو. خلاص وصل المفهوم يا جماعة ازاي بنجيب الكلب على شمالنا. بعد كده بقى نفس الحركة بس هناخد خطوة لقدام بعد كده نبدأ نتحرك آه واحدة واحدة. جوليا. كيل شاطرة. تمام. نراعي الحاجات دي يا جماعه نركز فيها كويس جدا. جوليا جوليا هيل هيل جوليا هيل هيل شاطره برافو بدأنا ناخد خطوه لقدام جوليا نراعي ان لازم الكلب يركز مع رجلينا الشمال فالخطوه اللي قدام انا خدتها قبل كده غلط باليمين لا الخطوه اللي قدام ناخدها برجلينا الشمال عشان الكلب يرتبط برجلينا الشمال تمام جوليا هيل شاطرة برافو بعد ما خدنا الخطوة دي هنبدا نمشي الكلب معانا بعد كده نزود الخطوات ونزود الفتره بتاعت المشي جوليا 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 هيل 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 شاطره برافو جوليا جوليا هيل هيل شاطره بدانا نزود الخطوات وفتره المشي تطول شويه جوليا هيل هيل هيل, 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 هيل شاطره كده خدنا ثلاث خطوات مره واحنا ثابتين ومره رجل لورا ونطلعها لقدام ونثبت الخطوه الثالثه رجل لورا ونطلعها لقدام ثم خطوه تمام نلاحظ ونتاكد ان تزامن الامر بيجي مع تصرف الكلب الخطوه الرابعه بدانا ناخد خطوه لقدام الخطوه الخامسه بقينا نزود فترات المشي وده وقت ده جوليا جوليا هل هيل وصلت يا جماعة لازم الخطوات دي تتم بالترتيب مرة كمان ان احنا بدأنا نمشي خطوتين ثلاثة معاها جوليا ست جوليا ست جوليا بعد ما نوصل للمرحله دي طبعا انا بقصر الوقت عشان الفيديو ما يطولش عليكم تمام بعد ما وصلنا ان احنا نمشي خطوتين تلاتة مع الكلب هنبدا نغير اتجاهاتنا واحده واحده جوليا 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 هيل 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 شاطره تمام نبدا واحده واحده ناخد بدل ما بنغير اتجاهاتنا بالراحه نبدا نغير اتجاهاتنا بزاويه قائمه فجاه جوليا جوليا هيل 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 برافو عليكي برافو عليكي اخر مرة برضو موضوع تغيير الاتجاهات جوليا جوليا هل 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 جوليا هل جوليا هيل هيل شاطر برافو هنبدا بقى نقلل المكافئات واحده واحده طبعا التمرين دوت ما يتمش في يوم مش كل اللي انا قلته ده في يوم لا حضرتك ممكن تاخد كل خطوه لوحدها في يوم والتمرين ربع ساعه الصبح وربع ساعه بالليل ليه ما بنطولش الوقت بتاع التمرين عشان الكلب لو زهق او مل مش هيركز مع حضرتك تاني حاجه في الجو الحر اللي احنا فيه ده حاول ما ندربش الصبح نضرب في الوقت اللي بعد العصر او اللي قبل المغرب تمام امر هيل ده يا جماعه لازم يتم هي راحت فين انت هنا والله انت شطور والله العظيم انت شطور نراعي الخطوات دي كويس جدا بالتدريب وما نستعجلش عشان الكلب يتقن معانا الامر نبدا نقلل المكافئات واحده واحده زي ما قلنا وفي مكان هادي وبعدين نحط له حاجات تشتته وفي الشارع في وقت الناس مش موجوده فيه بعد كده في الشارع في وقت الناس موجوده فيه كده الكلب هيمشي مع حضرتك زي الفل في الشارع ان شاء الله جوليا هيل 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 جوليا هيل انا معيش مكافئات على فكره خالص نهائي لو اشتغلت مع حضرتك لو اشتغلت حضرتك مع الكلب بتاعك صح هتلاقيه باذن الله بامر الله شغال مع حضرتك تمام نركز كويس جدا لان في ناس بتنسى حاجات زي الكيرف اللي انا قلته دوت مثلا في ناس تعمل الكلب كده لا زي ما قلنا بالظبط حضراتكم كيرف واسع كده عشان الكلب يتعلم انه ياخد كيرف عشان يجي راسه تبقى آه في نفس الاتجاه بتاع وش حضرتك لكن لو جبت حضرتك كده الكلب ممكن يجي يقعد هنا ووشه الناحيه دي تمام هنحاول ننفذ معاه اخر مره من غير مكافئات جوليا هيل 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 معيش مكافئات اللي سؤال اللي استفسار يكتب لي في الكومنتس واشوفكم على خير باذن الله في فيديو جديد من قناه ازاي تربي كلبك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته